بدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي. أهلا بحضرتك معاني يا دكتور هاني. مساء الخير وتحياتي للسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أهلا. إيه قرار البنك المركزي النهاردة؟ التعليمات اللي أصدرها البنك المركزي النهاردة دي امتداد لضوابط استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر في الخارج، واللي البنك المركزي كان أصدرها في أكتوبر 23 واللي تم بموجبها أن البنك المركزي وضع للبنوك قواعد علشان تنظم استخدام بطاقات الائتمان وتحدد الإجراءات اللي البنوك ممكن تلجأ لها في حالة عدم التزام العملاء بها. النهاردة البنك المركزي أصدر هذه التعليمات وباختصار هختصرها للسادة المشاهدين في ثلاث نقط. عايزة بشكل واضح، أنا كمواطن المفروض الفيزا بتاعتي مش هستعملها إمتى واستعملها إمتى وإزاي؟ التعليمات دي خاصة ولا التعليمات على الكريدت؟ بطاقات الائتمان للاستخدام خارج مصر. تمام. فالتعليمات ملخصها ان هو هيتم ايقاف بطاقات الائتمان للعملاء اللي هم لم يتواصلوا مع البنك اللي هو اصدر ليهم بطاقة الائتمان وقدموا اثبات ان هم كانوا في خارج مصر اثناء استخدام هذه البطاقات، ومش هيتم إصدار بطاقات ائتمان جديدة أو زيادة الليمتس الحدود الخاصة بالبطاقة الائتمانية لفئة العملاء اللي هم ما قدموش ما يثبت سفرهم للخارج، وهيتم أيضا إرسال رسائل نصية للعملاء قبل إيقاف بطاقاتهم لأنه ممكن أن هم يكونوا موجودين في خارج مصر وما يتنبهوش لهذه التعليمات. طيب دكتور هاني معلش، أسباب التعليمات دي قبل الأسباب بعد إذنك، إيه مش وأنا مسافرة بيبقى معايا الفيزا أو بيبقى معايا ما يثبت إن أنا مسافرة؟ تمام؟ هل تمام. أنا ممكن يعني أروح للبنك، في ناس عملت كده عايزين برضه شكل واضح، هل أنا رحت البنك وقلت له أنا مسافرة وادي التأشيرة أو وادي الفيزا وبالتالي البنك وافق لي فسافر فما سافرش واستخدم الفيزا بتاعتي ولا ايه؟ هو ده اللي حصل. بعض العملاء ان هم تواصلوا مع البنك قبل سفرهم للخارج وقدموا ما يثبت ان هم مسافرين في الخارج، فتم فتح الليمت او الحد الاستخدام ليهم من وقتها، فهم كده عملوا ما هو مطلوب منهم وما سافروش. لا سافروا يا فندم. طيب إنما بعض العملاء خلال من أكتوبر لغاية النهاردة ما قدموش ما تواصلوش مع بنوكهم عشان يثبتوا السفر سفرهم واستخدامهم للبطاقة دي في الخارج، فدي العملاء اللي هم المفروض دلوقتي يبدأوا يتواصلوا مع البنك اللي أصدر لهم بطاقة الائتمان ويقدموا ما يثبت إن هم مسافرين في الخارج أثناء واستخدامهم للبطاقات دي في الخارج. تمام. ايه السبب بقى؟ يعني كنت حضرتك هتقول الاسباب اللي طلع عليها البنك المركزي هذا القرار، هل لقوا انه تم سحب كتير من الدولارات او من الرصيد المصري؟ اشرح لي ليه. هي اسباب التعليمات دي ان يعني كلنا عارفين ان مصر بتعاني من ازمه في العمله الاجنبيه، ومن الضروري ان البنك المركزي جداً يحمي احتياطات البلاد من العملات الإجنبية ويحميها من إساءة الاستخدام. أي. ويضمن كمان أن استخدام البطاقات دي فعلا كانت لأغراض السفر للخارج وما كانتش ولم يتم استخدامها للمضاربة على العملة الأجنبية. فدي أهم الأسباب. فيعني لابد أن البنك المركزي من ضمن الإجراءات العديدة اللي بيتخذها لحماية الاحتياطي النقد الأجنبي أنه ينظم استخدامات العملة الأجنبية سواء للأفراد أو للشركات علشان في الآخر نحمي الاحتياط النقدي الأجنبي من أن هو يتناقص. طيب يبقى الناس اللي اتقفل الباب كده
ولا المفروض كان البنك المركزي يدي فرصة للناس دي يا جماعة ارجعوا للبنوك واثبتوا ان انتوا كنتوا مسافرين في خلال الفترة دي، ولا ده قرار قديم فبالتالي بيطبق بقى دلوقتي؟ هو بالفعل ان هو يعني في مهلة للعملاء ان هم يتواصلوا مع البنك اللي هو اصدر لهم بطاقة الائتمان عشان يثبتوا سفرهم واستخدامهم للبطاقات دي خلال 90 يوم من فتح حدود الاستخدام. ففي فرصة للعملاء، يعني ده مش قرار مفاجئ. عندهم الفرصة ان هم يتواصلوا من البنك ويسرعوا بالتواصل مع البنك للحصول على معلومات اضافية عن بطاقة الائتمان واستخداماتها، ويثبتوا ان هم لهم استخدام مشروع لبطاقات الائتمان في الخارج، وبالتالي هتوصل لهم رسائل بهذه التفاصيل. تمام تمام، شكرك دكتور هاني، شكرك فندم، شكرا جزيلا.